السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الأخير من الأمثلة ديال النطق اللي كاينين، الأمثلة ديال الأصوات اللي كاينين في الإنجليزية. آخر أمثلة اللي شفنا هما الأمثلة ديال الأصوات المدمجة. ثم في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا الأصوات، ولا غادي نشوفوا الصوامت. الصواميت، أول حاجة قبل ما ندوز الصواميت نبين الفرق ما بين الصوائت والصواميت. بالنسبة للصوائت، هما الأصوات في أي لغة، هما الأصوات التي يخرجوا من الصدر، يعني تيكون من بعد ديالهم من الصدر وعبر الفم ولا الأنف تيتغير، ولا الحلق إلى آخره، يعني عبر آخر المخارج تيتغير الصوت ديالهم حسب الشكل ديال المخرج، ولكن الأصل ديال الخروج ديالهم تيكون هو الصدر. الصدر هو اللي فيه لا فوا، من لا فوا جات فوايال، جات صوت. بالنسبة اللي تيخرج من يعني فقط من الفم أو من الأنف، والأغلبية في الإنجليزية تخرج من الفم لأن الغنة في الإنجليزية قليلة جدا إلى ما بلش منعدمة. الإنجليزية الحديثة ما فيهاش الغنة، سيرتو الإنجليزية الأمريكية راه ما كاينش الغنة، يعني ما كاينش ذاك الصوت. الغنة هو الصوت اللي تيخرج من النيف. بالنسبة للأصوات القصيرة ما غادي، بالنسبة للصواميت ما غاديش ناخذ جميع الأمثلة ديال الصواميت. لماذا؟ لأن غادي نشوفوهم فملي كندخلوا مع كل حرف بحرف، يعني كل حرف نشوفوا جميع الأشكال ديال النطق ديالو. أول صوت مركب ولا أول صامت مركب هو ش، تتكون الجرافي ديالو تتكون يعني غالبا من اس اتش اس اتش، تنقراوها ش، ما تنقراوها ش، لا تنقراوها ش، يعني كاين تيدير واحد الخلط تيقول تشوز، راه ماشي تشوز، تشوز راه هي اختر ولا الاختيار، كتكتب سي اتش دبل او اس اي. هنايا عندنا اس اتش او اي اس، تشوز، ياك؟ اذا الصوت ش، كونسانس، شيب، شوز، ش، ج، تريزر، تريزر، ميجر. كتلاحظوا أن ج ممكن نكتبوها س، ممكن نكتبوها اس، وكنقراوها ج، يعني اس اونت دو فوايال في الفرنسية كنطقوها ز، و اس اونت دو فوايال في الإنجليزية تنطقوها ج، ماشي ديما. ميجر، فريزر، ميجر، فريزر، ج، ي، ي، تنكتبوها يا إما تنكتبوها واي كوم دون يس، يس، أو كنكتبوها يو كوم باغ إكزومبل كمبيوتر، كمبيوتر. هنا راه كنقولوا، ما كنقولوش كمبوتر، كنقولوا كمبيوتر، كمبيوتر، ي، 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 كمبيوتر، يس، ي، كمبيوتر. ثم كاين ش، قلنا قبيله ان ش كنكتبوها اس اتش، وش كنكتبوها او بي او تش كنكتبوها سي اتش كوم باغ اكزومبل تشوكليت، تشوكليت، تشير، تشوكليت، تش. ثم كاين واحد الصوت اللي هو كاين تقريبا النظير ديالو ولا القريب ديالو كاين في العربيه الا انه مختلف عليه شي شويه، اللي هو ذ، كاين باغ اكزومبل براذر، ماذر، فاذر، اكسيتيرا، وغالبا تكتب تي اتش، تقرا ذ، ماذر، فاذر. اوكي، اذا كنكونوا لحد الان انهينا جميع الأنواع اللي كاينين ديال الأصوات في الإنجليزية. اللي كيبقى لينا دابا هو أننا ندخلوا في كل حرف ونشوفوا جميع الأنواع ديال الأصوات اللي ممكن يعطينا، ولا جميع الأنواع ديال النطق اللي ممكن يعطينا.
وانا هذا هو اللي كاين بالنسبه للدرس الاخير في هذا يعني التفصيل ولا اعطاء الامثله في هذه الاصوات اللي كاينين. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في التخصيص بالنسبه لكل حرف والاصوات اللي عنده. السلام عليكم ورحمه الله.